بيا مراو عليها الكلام، اعطاها ربي هي ورجلها مختار سارة ونزار. فنات عمرها في تربيتهم باش ما ينقصهم شيء، وتضمن لهم هي ومختار حياة كريمة. نزار ولدها الكبير اللي كبرته وقراته وفنات عمرها عليه فلت من يديها في نهار، ولا يبات البرة ومرات ينعزل في الدار، وإلا يغيب عليها بالليلة والنهار. يقول لها اللي تعمل فيها حرام ولبستك حرام، وقل بنتك تشد الدار وتستر روحها من العار. منع أخته من القراية والخروج، وحرم علينا التلفزة والراديو في الدار. بيا حست بالمرار، لكن ما حطتش يديها على خدها وجريت البونيزار. اجري لولدك يا مختار قبل ما يفوت الفوت، ولدك ماشي للهاوية وثنية الموت. قال لها مختار كلمته بالحسنة واللي صار صار، وفهمته بالعقل ودليلي احتار. بيا ما سكتتش واخذات الزمان بيديها، ولدي ولدي وما يبات كان عندي. وجرات للأمن وقالت له ولدي تبدل بين عشية ونهار، أغراب يجي وهل الدار. اليوم الأمن رجع لي ولدي لدي وحماه من ظلام الثنية. الإشعار عن التطرف يحمي أولادنا، أولادنا أمانة بين يدينا.